أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أعرب عن سعادته بفوز فريق فيكتوريوس بالمركزين الأول والثاني في سباق 120 كيلومتر. وأشار سموه إلى أن تتويج فيكتوريوس يؤكد النوايا البطولية للفريق وأنه مستعد تماما لمواصلة تحقيق البطولات على الرغم من المنافسة القوية في الموسم، مشيدا بفوز فريق الزعيم بالمركز الثالث. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن السباق كان قويا مع انطلاقته في المرحلة الأولى. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة بتهيئة الأجواء المثالية للإسطبلات والفرسان وإخراج السباق بأفضل صوره. هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيه الفرسان من خلال متابعة سموه لجميع المراحل في سباقي 120 و 100 كيلومتر دولي، حيث شكلت هذه التوجيهات دافعا للفرسان في إنهاء المراحل بنجاح. هذا وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة فارس فريق فيكتوريوس عيسى العنزي بالمركز الأول، وذلك في سباق افتتاح الموسم الدولي لمسافة 120 كيلومتر الذي انطلق في قرية رأس البر الجديدة واختتم في قرية البحرين الدولية للقدرة. كما توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس محمد الهاشمي بالمركز الثاني، فيما احتلت فارسة فريق الزعيم شهد وليد المركز الثالث. وبهذه المناسبة وفي ختام السباق تم تكريم الفائزين بمسابقة أفضل حالة جواد برعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان.